أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت أهل لي الحمد، أنت أهل لي الثناء، أنت أهل لي الشكر، أنت أهل لي التقوى، أنت أهل لي المغفرة. وصلاة وسلام تامين دائمين بدوام ملكك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك المبلغ عنك بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم. بأبي هو وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة نسألك يا مولانا أن تغفر بها ذنوبنا وتستير بها عيوبنا وتتجاوز بها عن سيئاتنا وترفع بها ذكرنا ومقامنا غدا يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خالي من شوائب الشرك والكفر والنفاق والرياء. أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، سيادي للياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى وبوجودي معكم في هذا البرنامج المبارك. يا رب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن ينفع كل المستمعين وأن يجعل العمل خالص لوجهه الكريم. اليوم غادي نوقفوا مع واحد دعاء آخر من الأدعية اللي كيقولوها عباد الرحمن، وما زلنا مع سورة الفرقان وما زلنا مع عباد الرحمن. كيقول سيدي مولاي هو كيحكي عليهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعود نرجعوا لهذا عباد الرحمن. قلنا سيد ربي سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم العباد ديالو، ووصفهم بأنهم عباد الرحمن ماشي عباد الله، فباش يعني جعل داك النسبة أو الصلة يعني علاقتهم بالرحمة، رحمة سيد ربي، ربي رحمهم فاجعلهم من العباد المخلصين المخلصين، مخلصين لله مخلصين، خلاص في العبادة ديالهم، كيعرفوا الله تبارك وتعالى، ولهذا كيبان عليهم، كيبان عليهم في السلوك ديالهم مع الناس. ملي كيمشيو في الطريق يمشيو على الأرض هاونا، إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة، بالليل في ديورهم كيباتوا الصلاة وفي العبادة وفي الذكر جزء من الليل، طبعا من الليل كاين جزء منه للنوم. أنا ربي ما خلق الليل إلا للنوم، ولكن كيفيقوا في الثلث الأخير من الليل وكيناجي والله تبارك وتعالى بعد ما كيكون كل شيء وما كينوضوا، لأن في الثلث الأخير من الليل كاين واحد الساعة كينزل فيها الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي: هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيها، هل من مستغفر فأغفر له. شحال من واحد فاز بهذه الغنيمة، قول أكثرية نطلب الله سبحانه وتعالى يهدينا كاملين. هذيك القيام ديال جزء من الليل، ولكن تستحضر نوض تضى وتصلي وعندك ذيك الرغبة، وتستحضر أنك أمام سيدي ربي ودعي صلي ركيعات بينك وبينه، بينك وبينه، وطلب سيدي ربي داك الشيء اللي بغيتي بإخلاص، ويكون عندك اليقين بأن سيدي ربي غادي يعطيك. فسيدي ربي كيقول على هاد الناس في الثلث الأخير من الليل كينوضوا كيصليوا، أش كيطلبوا؟ كيطلبوا سيدي ربي بعد عليهم جهنم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم كيمشي كيعدد الصفات ديالهم،
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله من تاب والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اذا كيدعي الله تبارك وتعالى بالليل انه يبعد عليهم جهنم. العمل اللي كيديروه كيتقربوا به الله ويجعل ذاك العمل مقبول ويبعدهم من جهنم. لان جهنم لحظة فيها لا تقاس بالنعيم ديال الدنيا كلها. والو لحظة في ديك المصيبة ديال جهنم كينسى بنادم كاع تسولو ديك الساعة تقول له واش عمرك شتي شي نهار بيض تيقول لك ما عمري شتو. إن عذابها كان غرامة. غراما بمعنى ملازما دائما وغرما يعني الغرم على الخسارة الغرم. الغارمين اللي كانوا عندهم الأموال ومبقاو مشاو لهم ديك الأموال كما تيقولوا احنا مشا يعني أصبحوا مفلسين كان لاباس عليهم بعد ولا هذاك غارم غارم. فاللي في جهنم قال لك لحظه ان عذابها كان غراما اي ملازما ما كيف ما كيناش كيبقى مع هذاك العياذ بالله اللي في ديك جهنم كيتعب لا ينتهي ما كيناش واحد 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 الاستراحه واحد الفاصل لا ينتهي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالمؤمنين كيستعدوا بالله منها والعياذ بالله ربنا صرف ابعد عنا عذاب جهنم. ثم لما كيعدد الصفه ديالهم كيجي في الاخر كيقول لك من جمله الدعاء اللي كيقولوه هو على الوليدات ربنا هب لنا اعطينا. راه قلنا شنو هب لنا؟ الهبه هي لما كتعطي لشي واحد شي حاجه وما كتنتظرش منه يرد لك. الهديه كتهدي ليه باش يهدي لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تصافحوا تذهب الشحناء وتهادوا تحابوا. شي المصافحه كتصافحوا كيبعد الله ذاك البغض وذاك الكره. ثم تهادوا تحابوا كنهدي لك وكتهدي لي في المناسبات. ولهذا الهديه بين الازواج مهمه جدا. انما الهبه شنو هي؟ كتعطي وما كتنتظر شيء. تهابوا له ولا تنتظروا الاجر. فإن قرنت يعني فيها النية ديال الإخلاص وربي كيجازي يعني كيجازيك كي في الآخرة كيعطيك من الأجر. فهنا ربي المؤمنين كيقولوا ربنا هب لنا أعطينا. وإحنا قلنا الذرية راه عطيت مولانا راه إحنا ما كنفهموش مني سيد ربي كيكتب للزوجين الحمل عند الزوجة وما كيستحضروش ان سيدي ربي راه وهب. كيستحضروا ديك العملية اللي كتوقع بين الرجل والمرأة المرأة حملت. ما كيستحضرش الرجل والمرأة ان هذاك الحمل هيبة من الله ربي عطاك ربي وهب لك. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهاب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فمرة أخرى كنعاود نقولها وكنا تكلمنا في هذا الموضوع هذا كنقولوا الشيء المرة مني تحمل وخو يكون عندك أربعة دراري خمسة دراري وهي ذاك الحمل لا يشكل خطرا عليها ولا على ولا ولا على صحتها قبل الهبة ديال سيدي قبل الهبة ديال مولاك. هذاك المولود راه الله ما نساش وراه يمكن يكون هذاك المولود هو اللب هو الفن هو الرحمه. ولهذا مشكل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا اعطينا بعد الزوجات الصالحات. المراه الرجل كيقولها يا ربي تعطيني امراه صالحه اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. الله يعمر لها الدار عمارة الدار كما تيقولوا لالا مولات الدار عمارة الدار.
والزوج الصالح هو اللي من خدمته لدارو مقابل وليداته قاعد مع الزوجة ديالو مهلي فيها مهلي في الوليدات وصابرين بعضياتهم. ربنا هب لنا من ازواجنا، الرجل كيقول ربي هب لي زوجا زوجة صالحة، والمرأة تقول ربي هب لي زوجا صالحا من ازواجنا وذريتنا بجوزهم. اعطينا الوليدات الصالحين، هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين. ما معنى قرة اعين؟ ما تقر به الاعين. ما معنى ما تقر به الاعين؟ ما يدخل السرور الى القلب، لما كتشوفها كتفرح. السيدة أم سيدنا موسى عليه السلام لما وضعت سيدنا موسى، سيد ربي قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلهم المرسلين. ثم قال سبحانه وتعالى بعدك فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. خد الولد ديالها حطته في الصندوق ورمته بامر الله تبارك وتعالى، وبقى قلبها مشغول وعينها ما نعستش مشغوله، لم تقر عينها، ما قرتش، لم تستقر بالنوم، لم تستقر من الدموع، لم تستقر. فاذا اش كيطلبوا هما؟ المؤمنين هادو عباد الرحمن كيطلبوا ربي يعطيهم ازواج صالحين. الرجل كيطلب مراه صالحه والمراه كتطلب رجل صالح، ثم الاولاد اللي كيدخلوا السرور للقلب لما كتدخل كيفرحك. وهادشي حنا شناه الحمد لله. كتكون في الخدمه مهموم مغموم، اي كتدخل كيتلقاك الوليد البنيه كيبداو يلعبوا معاك يضحكوا معاك، ولا ربيتيهم مزيان كيكبروا معاك كتشوفهم كيفرحوا كيقراوا مزيان كيصليوا كيذكروا الله ملتزمين في الدار ديالهم ما كاين صداع منهم. هذا هو هو هذا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اجعلنا ائمه للمتقين. الامام شكون هو؟ الامام هو الذي يتقدم الناس ويكون قدوه. الامام هو الذي يتقدم الناس لفضله او يتقدم الناس لمكانته، تنقول عليه امام. والإمام في الصلاة لأنه يتقدم الناس في الصلاة، فيصلي كيصلي بهم وكيتبعوه، وهو نائب عن الإمام الأعظم اللي هو أمير المؤمنين. هو متقدم لأنه لفضله ولمكانته، لأنه ملك، لأنه رئيس الدولة، لأنه رئيس البلاد، فمقامه عاليا. فالإمام هو الذي يتقدم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اي اجعلنا ائمه في التقوى يقتدي بنا الناس. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا نحن ائمه في التقوى، والتقوى هي ملاك الامر كله. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم، إذن هذا دعاء مهم جدا كيدعو به عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.